بسم الله الرحمن الرحيم. تم يوم أمس تدشين موسم حجاج هذا العام 1444 عبر ميناء الوديعة البري من قبل الأخ الوكيل الأستاذ عامر العامري. فأننا في هذا اليوم نستقبل طلائع حجاج عبر الميناء، فوصل إلى الآن عدد يسير منهم، فبلغ عدد 500 حاجة لهذه اللحظات. وصلنا برنامج متكامل من الأخوة في وزارة الأوقاف والإرشاد بأعداد 18173 حاج. فهذه الأعداد تم التحضير لاستقبالهم تحضير جيد. عقدنا عدة اجتماعات في لجنة تيسير أمور الميناء المكونة من جميع إدارات العاملة داخل المنفذ، جهات مدنية وأمنية وعسكرية، وبالتالي لخصنا عدد من النقاط وخطة للعمل بها لترتيب وضع الحجاج أثناء مرورهم بالميناء. فبالتالي تم تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع الأخوة في السلطة المحلية في المحافظة، ومع مكتبي وزارة الأوقاف والإرشاد ومكتب الصحة في المحافظة، وتنسيق مسبق مع الأخوة في رئاسة الهيئة العامة لشؤون النقل البري. قامت اللجنة المشكلة واللجنة التحضيرية داخل المنفذ بترتيب هذه الخطوات مع الجهات العاملة في المنفذ، واليوم نبدأ بعملية استقبالهم. جميع الإجراءات تمشي بيسر وسهولة وبشكل منظم حسب المخطط له، وننوه من خلالكم إلى الأخوة في وزارة الأوقاف والإرشاد بالتشديد على الأخوة في وكالات التفويج ووزارة والأخوة في وزارة الأوقاف، نشدد أكثر عليهم. بالتالي هم المشرفون على عملية البرنامج الذي وضع، وكذلك على شركات النقل الذي تم التعاقد معها. فإحنا حريصين جدا على أن تتم العملية بشكلها المنظم وبحركتهم من داخل محافظاتهم في حينه وفي وقته في الوقت المخصص لهم. نرسل رسالة شكر خاص للأشقاء في المملكة العربية السعودية الذي هما دائما معانا ويساندونا في كثير من الصعوبات والإشكاليات، وعلى رأسهم الأخوة في المنفذ. العمل يسير وفق ما هو مخطط له إلى الآن، ونتمنى تكمل الإجراءات حسب ما هو مخطط لها. رسالة شكر إلى فخامة الأخ الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء، والأخ العزيز الأستاذ مبخوت بن ماضي محافظ حضرموت، وكذلك للأخ الدكتور عبد السلام حميد الذي على تواصل مستمر معنا، والأخ القائم بأعمال رئيس الهيئة الأستاذ فارس على التشديد دائما على تقديم ما يمكن تقديمه من عمل لخدمة الحجاج قدر الإمكانيات المستطاعة في المنفذ. حقيقة جهود مثمرة وجبارة من كافة الجهات عندي في المنفذ كلا باسمه وصفته، فحقيقة أرسل لهم شكر. والقطاع الخاص مكونة ببعض المؤسسات على رأسها العون، فشكرا لكم جزيلا على وصولكم. أشكر كل من سعى وعمل واجتهد وجهز لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، كما أنني أشكر كل الأخوة الطاقم الذين حضروا في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وقد وجدنا استقبال يعني يليق بحجاج بيت الله. نسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم وأن يجزيهم خير، ونشكر كل من سعى وعمل وحرص على 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 حجاج بيت الله الحرام. نحن في وزارة الأوقاف والإرشاد عدينا برنامج كامل متكامل، باصات معينة على حسب المتاح للوزارة، وعددنا جدول كامل كل حجاج بيت الله الحرام. فنحن في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء على التحضير الجيد، عملنا على التهيئة والإعداد والترتيب لهذا العام، وذلك من خلال ترتيب الطاقم الطبي المؤهل للقادر في كافة الأقسام لتقديم الخدمات لحجاج بيت الحرام في منفذ الوديعة. كما أيضا نتقدم بالشكر للشيخ مطلق الصاعري على المتابعة والدعم والمساندة، وهذا شيء طيب. أولا نشكر إدارة المنفذ على حسن الاستقبال والخدمات المقدمة، يعني مخيمات للرجال، مخيمات للنساء، وحمامات وعيادة طبية. فصراحة يعني هذه السنة يعني كان الاستقبال مميز،
وكان في عندنا تخوف يعني من لأنه المنفذ الوحيد للجمهورية اليمنية، فالعدد الدخول يعني كبير جدا، فكان عندنا تخوف من الاكتظاظ، فالحمد لله يعني لم نشعر بهذا من هذا شيء. ونعيد الشكر لكل يعني لكل الخدمات الموجودة في منفذ الوديعة. نحن كمتطوعين نخدم الحجاج بإمكانيات عامة كاملة، ونرشدهم إلى حيث يتجهون من استراحات ومن دورات مياه، وكل ما يلزمهم موجود عندنا، وإن شاء الله أننا في خدمة الحجاج ومتواصلين بهذا بإذن الله.